السلام عليكم اخوان. بالنسبه تنصوروا اليوم من واحد الكوري هنايا في المنطقه ديال جيت ولاد عياد نواحي ديال سوق السبت بني ملال. صراحه كاين هاد المويان بحال هاد الشكل هذا، وعاد ثاني كاينه سلعه مليحه اللهم بارك بالنسبه للناس اللي كيعشقوا هادشي ديال الحولي ديال السردي اللهم بارك. هذا تقريبا الكوري الاول ان شاء الله اللي بدينا تنصوروا في هاد العام هذا ديال العيد ديال 2024. هادو من المويان الاخوان، وغنديوكم تشوفوا الاخرين، وكاين حتى الحوليات. يلا خليكم معنا، وراه قريبا غادي نحطوا الفيديو ونحطوا التليفون ديال السيد وتواصلوا معاه اللي بغى يجي يتخدم من عنده. مرحبا. هادو الاخوان راه بادين من 5000 درهم حتى ل 8000 درهم، وغادي نمشيو عند الكبار تاني اللي بوحدهم. وبالنسبه للاخوان هادو هما الكبار، فيهم حتى ديال لانوك مسلعه مليحه اللهم بارك. هادو راه فيهم ثنايا وفيهم سنان الحليب وفيهم حتى الرباعي. هادو المليحه الاخوان، الناس العشاقه اللي كيبغي السردي، السلاله ديال السردي. وبالنسبه للاخوان راه قريبا غادي نحطوا الفيديو ونحطوا حتى التليفون اللي بغى يتواصل معاهم ان شاء الله. يعني تقريبا قريبا جدا غادي تحط الفيديو. يتبعونا وديروا لنا لايك للصفحه باش يوصلكم ديما الجديد ديال هادشي ديال الكوره ان شاء الله. وهذا راه كيتسمى اول كوري غادي نصوره هذا العام ديال 2024. راه غنصوروا لكم كاع جميع البلايص هنا في الجهه ديال بني ملال الخنيفره. ويلا مرحبا. عرفنا الاخوان راه كاين بحال هاد الدق هذا، هادو كاين في لا مويان، وعاده كاينين الاخرين الكبار اللهم بارك.